هيرفي رينار المدرب الشهير كان هو سبب الجرح وهو اللي خد الطار. الحكاية بدأت في 2008 لما المدرب الفرنسي الشاب تولى مسؤولية تدريب منتخب زامبيا لمدة سنتين ومشي ورجع لهم تاني في 2011. وفي 2013 وبجيل كامل من الشباب فاجئ رينار افريقيا كلها بقيادته للمنتخب ده للفوز باللقب للمرة الاولى في التاريخ. اللقب ده اتحقق على حساب كوتيفوار بقيادة دروجبا وبركلات الترجيح. وفي 2014 تولى رينار تدريب منتخب كوتيفوار عشان بعدها باسابيع قليلة يتفاجئ بقرار اعتزال دروجبا. بداية رينار مع كوتيفوار ما كانتش مقنعة تماما لانه تأهل بشق الأنفس لربع النهائي بعد ما جمع 5 نقط بفضل انتصاره في الجولة الأخيرة على الكاميرون، لكن مع المراحل الإقصائية انفجرت كوتيفوار. فوز 3-1 على الجزائر وزيهم على الكونغو الديمقراطية قبل ما يلاعب غانا القوية بقيادة أندريو جوردن أيو وكريستيان أتسو وأسوموا جيان. وفي ضربات الترجيح ضيعت كوتيفوار أول ركلتين لكنهم رجعوا وكسبوا البطولة. وزي ما كان رينار سبب في حزن الشعب الإيفواري لما احتفل مع لعيبة زامبيا بقميصه الأبيض المميز، رجع تاني وكان سبب فوز كوتيفوار نفسها بالبطولة عشان يحتفل بنفس القميص، قميص بيلبسه بشكل دائم، وكان موجود برضو في فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.